نشرة من أونلايف، أهلا ومرحبا بكم. بداية هذه النشرة مع مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والذي افتتحه الرئيس السيسي وألقى كلمة في جلسته الافتتاحية استهلها بالتأكيد على أن ما أنجزته مصر على مدار الفترة السابقة هو ثمرة لحلم صاغه هذا الشعب العظيم بعزيمة وتحد منذ أن قرر أن يثور على من يحاول سلب آماله وتطلعاته واختطاف وطنه وسرقة هويته، فكانت حكاية وطن. الرئيس وخلال كلمته بالمؤتمر تقدم بالشكر والتحية للشعب المصري، مؤكدا أن جميع ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات الأربع الماضية هو بفضل جهود المصريين وصبرهم على الظروف الاقتصادية القاسية. لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال الثلاث سنين ونص أو الأربع سنين اللي احنا بنتكلم عليهم إلا، والكلام ده مش إطراء أو مجاملة مني، لكن هو إقرار بحقيقة، لأن ما كانش ممكن أبدا يتحقق ما تحقق إلا بيكم بالمصريين بشعب مصر. هو حد يتصور إن إذا كان في إنجاز تحقق في حد يقدر يقول إنه حققه لوحده؟ لا، كل مواطن في مصر موجود هنا أو مش موجود، الحكاية مش حكاية لا حكومة ولا قيادة، ده حكاية ناس. وأوضح الرئيس أنه على مدار فترة ولايته حققت مصر طفرة غير مسبوقة في مؤشراتها. وعلى مدار فترة مسؤوليتي حققنا طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية أوجزها فيما يلي: أولا، النقد إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014. ثانيا، انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، منهم 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار. ثالثا، كما انخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9%، ويأتي ذلك في ضوء توفير عمل في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل. وأكد الرئيس أنه لم يخفي على الشعب الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي خطوة تأخرت 40 عاما حتى كادت مصر تسقط في الهاوية، وأن الإصلاح كان ضرورة حتمية من أجل الإنقاذ. شعب مصر العظيم، أقسمت أمامكم منذ نحو 42 شهرا مضت على أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، والتزمت معكم بصراحة القول وصدق الحديث. لم أخفي عليكم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي كانت تهدر حاضر البلاد ومستقبل الأجيال القادمة. كشفتكم بأن الإصلاح الاقتصادي خطوة تأخرت 40 عاما وظلت تتأجل وترجأ حتى كادت البلاد تسقط في هوية انهيار اقتصادي. وقلت لكم إن الإصلاح ضرورة حتمية من أجل الإنقاذ، وإن إجراءاته الاضطرارية هي علاج لا غنى عنه لتجنب مصير لا يمكن الفكاك منه، يتهدد البلاد والشعب بأكثر مما تتهددها أي مخاطر أخرى. فبدون الإصلاح الاقتصادي لن يكون بمقدور الدولة في المستقبل القريب الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجور والمعاشات، ولن تستطيع الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم. وكشف الرئيس أن الدولة المصرية أنجزت في أقل من 4 سنوات 11,000 مشروع بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد. لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11,000 مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة،
وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه. هنحقف أمام الأرقام ديت. هقف معاكم أمام الأرقام ديت. يمكن كتير من اللي بيسمعوني يقول إزاي ومش ممكن، وأنا بقول لهم في كتير من اللي بيتعمل أنتوا ما شفتهوش وما تعرفوش عنه حاجة خالص. أنا هقول حاجة كده 30/6/18 30/6/18 غير المليون ونص فدان اللي احنا بنتكلم عليهم دول، هيكون بيتزرع على جنب 200,000 فدان. ولو وزير الزراعة صدق معايا في كلامه وخلص ال 20,000 فدان اللي انا طلبت منهم، هيبقى 220,000 فدان. انا بتكلم كلام بجد. اخر 18 نص 19 يبقى مليون فدان. وعن التعليم، أكد السيسي اهتمامه بافتتاح مدارس وفصول جديدة والسعي إلى تطوير منظومة التعليم وتأهيل المعلمين وتحسين مستواهم المعيشي وزيادة رواتبهم. والبحث العلمي والثقافة ترتيبا متقدما في أجندة العمل الوطني، حيث زادت عدد الفصول والمعامل بأكثر من 41,000 فصل و 5,000 معمل في مراحل التعليم الأساسي المختلفة. ولأن المعلم هو الركن الأساسي والعنصر الأهم في تطوير منظومة التعليم، فقد حرصنا على إطلاق برنامج المعلمون أولاً، الذي يهدف إلى تأهيل المعلمين على أحدث الطرق والوسائل. وقد تخرج بالفعل 10,000 معلم كدفعة أولى من هذا البرنامج، كما قامت الحكومة بتوفير الشريحة الثالثة من كادر المعلم، والتي تقدر بنحو 125% من الراتب الأساسي. وانطلق كذلك بنك المعرفة المصري، والذي يعد أكبر مكتبة رقمية تضم أهم وأبرز الدورات العلمية والكتب والبحوث والمقالات على مستوى العالم. وأكد الرئيس قيام الحكومة خلال الفترة الماضية بزيادة الأجور والمعاشات، ليصل حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة العام الماضي إلى 230 مليار جنيه، للتخفيف عن الأسرة المصرية بأقصى ما يمكن أن تتحمله الموازنة. الموازنة العامة للبلاد قمنا بزيادة الأجور في يوليو بعلاوة خاصة وعلاوة غلاء بجانب العلاوة الدورية، تكلفت 14 مليار جنيه، لتزيد مخصصات الأجور في الموازنة العامة من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 230 مليار جنيه هذا العام بنسبة تقترب من 300%. قمنا بزيادة المعاشات بنسبة 15% ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه ابتداء من يوليو الماضي، وكنا قد زدنا الحد الأدنى في العام الماضي من 375 جنيها إلى 500 جنيه. أما عن معاش تكافل وكرامة، فقد تم زيادة الحد الأدنى للمعاش في بداية العام المالي الحالي بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق، وليتراوح بين 350 جنيه و 600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة. كما أكد الرئيس أن القرار المصري مستقل 100% بسبب وحدة المصريين. والله تاني، قرار مصر مستقل 100%. بس ليه؟ عشان المصريين. محدش هيقدر أبدا يضغط علينا ولا يخلينا ناخد قرارات لا تليق بمصر ومكانتها وشرفها وعزها أبدا طول ما انتم تاني كده.
أكد الرئيس السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية. كما أشاد السيسي بدور الكويت النشط على صعيد لم الشمل العربي. وخلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وشدد السيسي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. سلامة يؤكد صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا قبل الاتفاق على مسار واضح بين جميع الأطراف. On live. مشاهدينا الكرام مجددا لهذه النشرة. ترأس وزير الخارجية سامح شكري والنظير الأثيوبي ورق نقيبيو أعمال الشق الوزاري من الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة. وأكد شكري تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات المشتركة، وثمنا جهود المسؤولين للاتفاق على مجالات تعاون جديدة. أكد شكري في كلمته بالجلسة الختامية لأعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة التزام مصر مجددا بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة. إن مصر لديها إمكانيات كبيرة وسعي للتكامل الاقتصادي الذي نسعى لاستغلاله على نطاق أوسع من القائم الآن، ومن أجل أيضا دعم التعاون بين الدولتين
وأيضا تجنب ومواجهة كل الوسائل الإرهاب التي تتعرض لها الدولتين. مصر تلتزم بالتمثيل الكامل لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما يتعلق أيضا بشأن السد النهضة الإثيوبي، ومن أجل أن يكون هناك نموذجا للتعاون الوثيقي لدول حوض النيل. عقدت في القاهرة أعمال مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس بمشاركة عربية وإسلامية ودولية رفيعة وبحضور ممثلين من 86 دولة. يأتي عقد المؤتمر في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها شيخ الأزهر الشريف للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، حيث يناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية تركز على استعادة الوعي بالقضية الفلسطينية. وفي كلمة خلال المؤتمر اقترح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن يخصص هذا العام ليكون عاما للقدس الشريف لدعمه ماديا ومعنويا وتقديم أنشطة ثقافية وإعلامية بكافة المؤسسات العربية للتعريف بالقدس. لدي مقترح أشرف بطرحه بين أيديكم لتروا رأيكم فيه، وهو أن يخصص هذا العام عام 2018 ليكون عاما للقدس الشريف. تعريفا به ودعما ماديا ومعنويا للمقدسيين ونشاطا ثقافيا وإعلاميا متواصلا تتعهده المنظمات الرسمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدينية والجامعات العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. ودعا شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب إلى إعادة الوعي بالقضية الفلسطينية في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام. إعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة وبالقدس خاصة، فالحقيقة المرة هي أن المقررات الدراسية في مناهجنا التعليمية والتربوية في كل مراحل التعليم عاجزة عن تكوين أي قدر من الوعي الصحيح بهذه القضية في أذهان ملايين الملايين من تلاميذ العرب والمسلمين وشبابهم. وهذا الذي نفتقده في مناهج التعليم نفتقده أيضا في وسائل الإعلام المختلفة في عالمنا العربي والإسلامي، فالحديث عن فلسطين وعن القدس رغم عشرات الفضائيات العربية بل الإسلامية والدينية لا يكاد يتجاوز خبراً من الأخبار العارضة أو تقريراً رتيباً من تقارير المراسلين، ولا يلبث أثره أن يذهب بانقضاء الخبر وذهاب المذيع إلى خبر آخر. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنه من غير الممكن إجراء انتخابات قبل الاتفاق على مسار واضح بين جميع الأطراف. وأوضح المبعوث الدولي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن من مكان إقامته بتونس أن الانتقال السياسي لا يمكن تحقيقه من دون دستور، مشيرا إلى أنه لا يمكن أيضا تحقيق تقدم في ليبيا دون توحيد المؤسسات. كما أكد سلامة أن الأمم المتحدة تسعى لأن يكون الفاعلون الأساسيون غير مهمشين في الحوار السياسي. اتساقا مع خطة العمل، هناك ثلاثة أهداف تمثل أولوية قصوى لنا، وهي أولا الدستور. ليبيا في حاجة لإطار عمل قانوني دائم، فالمرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتم دون الاستناد على دستور حقيقي. إن مسودة الدستور التي تم تقديمها من جانب جمعية صياغة الدستور هي الآن قيد المراجعة القانونية، ومع احترامنا للقضاء الليبي وقرار المحكمة أتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك في أسرع وقت، في الواقع في العشرة أيام القادمة. ثانيا إعادة البناء الوطني، فنسيج المجتمع الليبي هش ويتطلب إعادة هيكلة المؤسسات إذا أردنا إصلاحها.
ما لم يتم إعادة البناء الوطني فلن يتم تحقيق تقدم ملحوظ في توحيد المؤسسات ووقف دائرة العنف أو تحقيق قبول عام لنتائج الانتخابات. النقطة الثالثة والتي نعول عليها هي الانتخابات. وفي 6 ديسمبر عام 2017 قامت اللجنة القومية العليا للانتخابات بمبادرة تحديث البيانات للناخبين، وأنا سعيد بالرغبة غير المسبوقة للنساء والرجال الليبيين لتسجيل بياناتهم. حذرت إيران من أن الموقف رئيس الأمريكي ترامب والرافض للاتفاق النووي يهدد صفقات بمليارات الدولارات أبرمتها طهران لشراء طائرات من طراز إيرباص. وقال نائب وزير النقل أصغر فخري أشكاشان إنه نظرا لموقف ترامب بشأن إمكانية الانسحاب من الاتفاق النووي فإن ذلك سيعطل المفاوضات لشراء طائرات الإيرباص ويؤخر الدفعات المحتملة. مددت محكمة عفر العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاما إلى حين انتهاء محاكمتها. كانت المحكمة قد وجهت إلى التميمي 12 تهمة أوائل الشهر الجاري بعد أن ظهرت في مقطع فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب جنديين إسرائيليين في قرية النبي صالح برام الله. إذن مشاهدينا إلى هنا تنتهي نشرة العاشرة ولم يتبقى سوى تذكير بأهم عناوينها. السيسي يؤكد للشعب خلال مؤتمر حكاية وطن أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية وأن قرارها مستقل بفضل وحدة المصريين. خلال أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية الشكري يؤكد التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة. شيخ الأزهر ينتصر للحق ويعلن العام الجاري عاما لدعم القدس ويؤكد ضرورة الوعي بالقضية الفلسطينية في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام. إذن مشاهدينا انتهت هذه النشرة، إلى اللقاء.